إلى جوليانو الذي يحاول يبحث عن الكرة، ينقل اتجاه الكرة في الناحية اليمين، تتخلص وترجع إلى نور الدين، يمر يعدي مرابط، يعتق الله على مرابط، يا سلام يا سلام على نور، ممكن يمر يعدي يبحث عن العبور، يمر، هنالك خطأ للمغربي، هنالك فاول للنجم المغربي الكبير نور الدين مرابط. ونلاحظ الآن البطاقة الصفراء التي تظهر في وجه اللاعب، لاعب طرد الآن، طرد على لاعب فريق نادي الجندل. نشاهد الكرة من جديد، وبالتالي نشاهد الآن طبعا اللاعب الذي طرد في هذه اللحظات، يبدو لي بأنه حاتم الشمري أو لا، عبد الله الفيد في وسط الميدان، محور الميدان، والجندل سيكمل المباراة بعشرة لاعبين، نشاهد، شوف نور الدين، شوف نور الدين يعني